مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة وتغطية أيضا متجددة بكم مشاهدينا من أرض إكسبو الشارقة لتغطية فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الخمسين، هذه الدورة الاستثنائية التي عادت أيضا بيوبيلها الذهبي بدعم من مركز أو بتنظيم من مركز إكسبو الشارقة ودعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وأيضا يعني تتميز هذه الدورة بمشاركة أكثر من 400 عارض من مختلف دول العالم، وأيضا تواجد تحت قبته 500 علامة تجارية عالمية وأيضا محلية. الجميل أيضا هذه الدورة مشاهدينا يعني يتوافد فيها الجميع من المتخصصين وكبريات الشركات والأسماء العالمية في مجال المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة وكذلك الألماس. ما شاء الله مشاهدينا، مثل ما نلاحظ في هذه الصورة توافد كبير من كل أو شرائح المجتمع، ليس فقط مقتصر على السيدات وأيضا توافد الرجال أيضا. يمكن الكثير يود اقتناء مثل هذه المقتنيات لزوجاتهم أو حتى لأقاربهم. نتحدث اليوم عن هذه الدورة الاستثنائية، وهذه دعوة نجددها لكم أيضا مشاهدين متبقي من هذا المعرض يومان، وهو أيضا متاح لكل من يأتي هنا ويستمتع أيضا بهذه المقتنيات الثمينة والفريدة من نوعها. يعني هناك تنوع كثير، نتحدث اليوم عن أكثر من 400 عارض، أكثر من كذلك من 500 علامة تجارية، يعني المجال مفتوح حتى تختار. وأيضا تتميز أيضا بمقتنيات متميزة وفريدة من نوعها تختلف عن الموجودة في الدولة. أيضا مشاهدينا يعني هذه دعوة نجددها لكم حتى تأتوا إلى مركز إكسبو الشارقة وتستمتعوا أيضا بأجواء معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. الجميل أيضا أن معرض الشرق الأوسط أيضا خصص جوائز نقدية تقدمها لنا زميلتنا شهد مهند، وإن شاء الله الأسئلة أيضا متاحة للجميع. أيضا هناك في اليوم الأخير سحب أخير أيضا للفائز بكيلو من الذهب. إذن نجدد لكم الدعوة حتى تستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة وأيضا الفريدة من نوعها بمقتنياتها أيضا الفريدة. إذن مشاهدينا نذهب إلى أول تقرير الذي ينظر إلى عالمية التي وصل إليها العالمية إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وهذا يدل على مشاركة كبيرة من دول العالم، وجمهورية إيطاليا كانت من الدول الأكثر مشاركة في هذا المعرض. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لكم إن شاء الله. يعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أكبر الأحداث الاقتصادية الدولية التي تستضيفها إمارة الشارقة بتنظيم من مركز إكسبو ودعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي يستمر إلى 9 أكتوبر الجاري، حيث يحظى المعرض بمشاركات دولية متنوعة تألقت بمشاركة نخبة من خبراء ومصنعي المجوهرات الإيطالية الساحرة. سعيدة جدا بمشاركتي بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من إيطاليا، حيث يحظى زوارنا بتجربة القطع الثمينة المعروضة وتجربة المجوهرات الإيطالية الأكثر استثنائية التي يتم استعراضها حصريا خلال أيام المعرض. كما نقدم لهم خدمة تفصيل المجوهرات الفاخرة والفريدة من نوعها والمزينة بأحجار كريمة نادرة التي يمكن ارتداؤها يوميا بشكل عملي. تحظى المجوهرات الإيطالية بالتقدير في معرض الشرق الأوسط بفضل تصاميمها الفريدة وجودتها وحرفيتها العالية، ومع تركيزهم على الخبرة والابتكار يجد المنتجون الإيطاليون سوقاً قوياً في الإمارات العربية المتحدة واهتماماً كبيراً للمشاركة في هذا المعرض الناجح. فيراري فيرنسا is an Italian brand. نتميز بقطع عديدة ومعينة من المجوهرات التي تم العمل عليها من قبل عائلتي في إيطاليا، وتحتضن تصاميمنا ذكريات عديدة أعتز بها، وشيء أمل أن أقدمه مع أولئك الذين يحبون قطع مجوهراتنا. ونسعى دائما لجذب السيدات بالقطع البسيطة، لأنني أجد أن القطع الرقيقة تتحدث عن الجوهر الأنثوي وأكثر تألقا. معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكل مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات المميزة، ويتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر من حيث تميز التصاميم والسمعة والابتكار.
الله مشاهدينا من جديد متواصلين في هذه التغطية الحية والمباشرة من أرض إكسبو الشارقة لتغطية فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسختي الخمسين يوم. نتحدث عن كبريات الشركات والأسماء العالمية، وأيضا أحد هذه الأسماء اليوم مجوهرات أديفا، وأيضا الأستاذة نادين دكاش من هذه المجوهرات. حياة الله أستاذة نادين، منورتينا اليوم في إمارة الشارقة. شكرا، منورين بوجودكم، أهلا وسهلا. أهلا بكم. اليوم نتحدث عن هذه النسخة، يمكن مثل ما ذكرت ليست على المستوى المحلي، اليوم انطلقت إلى العالمية، ومثل ما أخبرتيني هناك كان أصداء جميلة على هذا المعرض. نحن نتحدث عن هذا الموضوع أستاذة. مزبوط، نحن منشارك بمعارض عالمية، أول سنة شاركنا منشارك بمعرض الشارجة للمجوهرات والساعات. قد ما سمعنا أنه المعرض كبير وحلو، ونحن طول عم نتوجه بالكولكشن تبعولنا، بالذوق تبعولنا، للست العربية تحديدا الخليجية، لأنه هي ست زويقة بتعرف تختار وبتعرف تتابع الموضة. صحيح. فبقى إن شاء الله تكونوا، إن شاء الله يكونوا حبوا الكولكشن إن شاء الله. أستاذة نادي، يمكن أهمية المشاركة بالنسبة لأي دار للمجوهرات أو الألماس يمكن أهمية كبيرة، هناك تواصل، يمكن بعض عرض التصاميم الموجودة لكل دار، تحدث عن أهمية المشاركة هنا أيضا في المعرض. المشاركة هون عم تشوفي كل أنواع العالم، يعني الست اللي بدها طقم للعرس، الست اللي بتشوفيها بتحب الموضة، يعني اللي بدها سلاسل تلبسها ورا بعضها. اللي نحن اللي بيميزنا بهذا المجال واللي حبينا شوي نضوي عليه زيادة، نحن بنعمل قطع آرتس، نحن ما بنعمل قطع اللي كل يعني المعقول بتقدر تشوفيها. يعني في قطع بنعملها اليوم مثلا مثل الخاتم اللي أنا لبسته، هيدا خاتم بيطلع قطعة واحدة، يعني الست حتحس حالها يونيك، يعني مميزة، فريدة من نوعها، عندها بس قطعة لحالها. صحيح. هون قدرنا نتعرف على كل أنواع، يعني اللي بدها قطعة صغيرة، اللي بدها قطعة كبيرة، بخليك تشوفي كتير عالم، كتير يعني اسم الله ما شاء الله، يعني الناس اللي صرنا شايفينهم ومارقين، وبخليك تطوري نفسك شو السوق بده، شو الناس بتحب، وين أغلاط، وين ما هيدا الحلو بهيدا المعرض، لأنه كبير وعالمي والعالم تقصده من وين ما كان. جميل أستاذة. تحدث اليوم عن القطع اللي حرصت عليها أديفا حتى تأتي بها للمعرض، مثل ما نلاحظ الآن على الشاشة هناك قطع فريدة من نوعها. مثل ما ذكرتي هناك فن، وهذا مزبوط. الفن لا يجب أن يكون هناك يعني دقة أكبر ومسؤولية مزبوط. ويجب كذلك يتناسب مع أذواق كل من يقتني هذه القطع. مزبوط، يعني هون عم نشوف القطعة اللونة زهر، هي قطعة mother of pearl، يعني صدف. نعم. يعني نحن بنشتغل أكثر شيء أحجار، لأنه أنا بطبيعتي، يعني نحن شركة بس أنا ديزاينر، أنا بآمن بالحجر، يعني وقتها اللي بميزنا لأنه أنا بآمن بالحجر شو إيجابيته لكل شخصية. جميل. لكل نوع، فبقى بتشوفي كتير في عند كتير في أحجار وكتير في دقة وهاند ميد، يعني كلها شغل يدوي. من هون بتحس القطعة اللي بتطلع ما رح يطلع غيرها، وبتخلي الست أنه إذا لبستها ما ضروري تلبس كتير غراض معها، فيها تلبس قطعة واحدة تكون هي مكفية. وكل يعني الأحجار أحجار كريمة مشهدة، أنا بحب الأحجار، يعني بحسها بتعطيني طاقة، يعني أنا اليوم لابس الزمرد لأنه بعرف هيدا حجري بيعطيني هيك طاقة إيجابية. جميل أستاذة لدي، بما أنك فنانة يعني في مجال المجوهرات، نود التعرف على هذه الأحجار اللي تحبها نادين أكثر، وشو اللي تحرص على تصميمها أيضا في مجوهرات أديفا. يعني أنا حجري المفضل هو حجر الإمرود. نعم. يلي هون سوري أنا ما قادرة أوصل، لأنه نعم اللي هو هذا الأخضر. الحجر الأخضر. نعم. الخاتم الأخضر. أنا لابسة القلب الموجود يلي هو عم يقطع عنا على الشاشة كمان. نعم. أنا هذا الحجر بحبه لأنه بيعطي طاقة. عم قدرت صمم فيه قطعة تقطع إذا الست لبستها بالنهار فيها تلبسها على غدا، وفيها تلبسها مع قطعة تانية وتظهر على أكبر عرس بينعمل. جميل. يعني بيجذب. أيوة. أنا في لها جاذبية معينة. لها جاذبية. نعم. يعني القطعة اللي بتكون طالعة، يعني عندي البلاك دايموندز، هيدا أكتوبوس اللي هو أخطبوط البحر، أنا ما بعرف إذا قادرة تاخذوا الكاميرا هيدا. نعم. هيدا الكوليه، هيدا الخاتم، إذا قادرة تاخذوا الكاميرا هون. نعم. It's a piece of art يعني، so هيدا اللي نحن بنقدر نشتغله. ما بعرف أنا ماني قادرة كثير أوصل مع المايك لل إذا حدا. نعم. في أماني قادر كتير أوصل مع إذا حدا بيقدر ياخده for a close up إن شاء الله. So that's what we do.
هيدا يعني الاشياء المميزه يلي انا لابسه كمان كم قطعه هول اللي نحن بنعملهم يلي يونيك بيس، يعني الست بيكون عندها شيء خاص لها. جميل، زين. بنحرص كذلك استاذة نديل، شو اللي تحرص عليه اكثر، على ذوق الزبونة ولا ذوقك انت اكثر، يعني او انك يمكن تقنعين الزبونة في انها تاخذ هذا الحجر؟ الاكيد انه بالنهاية نحن عم نبيع ديزاين، يعني هون الاكيد انه انا الزبونة يعني ما اعرف اذا قادرين ياخذوه هذا الخاتم، يعني ما اعرف اذا قادرين يبيع، يعني الزبونة انا الزبونة اللي عندي ما لازم تكون زبونة تقليدية. جميل، لازم تكون فريدة من نوعها. فريدة من نوعها، لأنه قد ايه بدها تكون شخصيتها قوية بس لتلبس خاتم. صحيح، هو أخطبوط البحر. صحيح، يعني بدقته لازم تكون زبونة مميزة، زبونة شخصية قوية بتشبه لي يعني. جميل، أكيد نحن فينا نساعد، فينا بالنهاية الزبونة بس تلبس شيء لازم تحس حالها مرتاحة، نحن بنعطيها رأينا وبنعطيها توجيهات بس بدنا نعمل في توازن، يكون توازن بين كولابوريشن. نعم، بين اثنين، يعني اوقات اكيد بنغير شوي شيء يقدر يتقبل شخصيتها تكون قريبه عليه، بس الاكيد انه زبونه ايديفا هي زبونه مميزه، يعني حتطلعي حتلاقي كاركتر معين، يعني في لها بصمه معينه للمجوهرات، في عندها بصمه. صح، معينه للمجوهرات بالشخصيه بتطلي، لانه تقدر تشوفي يعني قطعة واحدة بتلبسها بتعطيها شو شخصيتها. جميل، أستاذة نديل، شو الأكثر الحين إقبال عليه من القطع تقريبا معاكم؟ أول ما أجيتوا للمعرض شو كان أكثر القطع الإقبال عليها هنا بالإمارات؟ القطع الإقبال يلي هلأ مش بس بالمعرض، يلي هي عم بتكون كمان بالمعارض أو هون، وحتلاقي حرصنا تحديدا هون يكون معنا هيدا النوع. الناس الست بطل بدها قطعة كبيرة تتركها بخزنتها. صحيح، وبالخزنة وتلبسها على المناسبة. صح، صار عندنا كتير عزايم وطلعات، ويعني صرنا بنستعمل مجوهراتنا يومية، يعني الستات هلا عم بحبوا السلاسل يلي بتحطهم طبقات فوق بعضهم، يلي اليوم انا لابسه يمكن سلسلتين في قطع هاي شيء. القطع اللي قاعدين نشوفها على الشاشة الان. مزبوط، يعني هون مثلا تيارة وقت العرس بطلنا نعمل تاج ونتركه بس لانه لهيدا، صار فينا نستعمله شوكر بعدين. جميل، هيدا اللي بيساعدنا بالمجوهرات، لانه فيها تستعملها، يعني النكلس اذا عم نحكي عن شوكر فيها تستعملوا اسواره، فيها تفكوا تعملوا حلق، هيدا اللي نحن اللي بيميزنا شوي عن غيرنا. وهلا زياده عم نقدر اكثر نكون عم نشتغل بهذا المجال، لانه الست بدها اشياء يوميه، يعني بدها السلاسل اللي تلبسها كل يوم، بتفك اثنين منهم معقول تلبسهم اسواره، هيدا اللي عم بيكون اقبال العالم. ما بقى بدها قطعه كبيره بس هتحطها، يعني بدك كل يوم. سو الحمد لله، يعني كان الإقبال حلو، الناس حبت. كل الناس يعني إن شاء الله نكون قدرنا نكون وصلنا الفكرة تبعولتنا بطريقة حلوة، وهن حبوا يعني. إن شاء الله، يعني بكل التوفيق لكم. أستاذة نديل، يمكن وكل فنان أثناء ما يصنع أي قطعة من المجوهرات هناك قصة، هناك يمكن علاقة جميلة كذلك. أكيد، تكون تحدث عن هذه العلاقة بين أستاذة نديل أيضا وأي قطعة تصممها. نحن كل قطعة بتطلع عنا هي قطعة مع قصة، الحجر تبعوله عنده قصة. جميل، نحن العرب منحب القصة وراء كل حجر. صح، كل قطعة، يعني هيدا الخاتم مستوحى من محل، الحجر الزمرد مستوحى من محل، اللي شفناهن على اللي هن عم بيقطعوا على طول في قصة لكل حجر. والست بتحب، يعني ما بتحب تشتري، والست يعني اللي بتشتري من عند مجوهرات إيديفا بتحب بس تخبريها، يعني بتتعلق بالقصة، يعني بتصير عم بتخبرها لصديقتها بعدين انه هيدي جاب الحجر من هون، عمل هيدا. في كتير اوقات نحن بنحط سبيشال كومنتس او يعني اشياء تعليقات او شيء يعني هي بتكون حبته، يعني بتحس انه هالقطعه من شو القصه وبتكفي القصه هي معها. يعني عندنا كتير سيدات صارت مثلا اولادهم عم يتزوجوا عم تنقل القطعه، وهيدا الحلو. ونحن اللي بميزنا شوي زياده انه ما بدها القطعه، يعني اذا الست حبت تغير فيها شوي نعدل يمكن بنتها، هيدا كله نحن يعني بنرجع بنعدل، يعني في امكانيه على تعديل القطعه لانه نفسها هاند ميد. يعني بنرجع بندل الروح اللي نحن حاطينها فيها موجوده، بس بذات الوقت
بنترك الروح بس منعدل ليتناسب مع الشخص اللي عم تنتقل له هالقطعة، يعني صحيح. مش انه خلص حطيناها وراحت. جميل. طبعا كل قصة، كل قطعة عندها قصة، وكل شو أكثر قطعة كانت عزيزة عليك أستاذة نادين؟ أنا القطع العزيزين علي هن قطع خاتم إمرود عندي، وعندي قطعة كلادة طويلة مرقت معنا كمان زمرود، هيدي عزيزة يعني منبيعها منغير منعمل تاتش فيها تاني، بس بحسها على طول قريبة علي، يعني في قطع بتطلعيهم بتحسيهم هيك كيف ولادك بالبيت، صحيح بتحطيهم كأنه ولادك، يعني بتصيري خايفة عليهم. فبقى نعم كل قصة عندها، كل قطعة عندها قصة، والحمد لله يعني وقت قلنا إيديفا آرتس كولكشن قررنا نطلع فيها، هي آرتس لأنه كل قطعة رح يشوفوها المشاهدين الحكاية. في مرة جتكم زبونة مثلا قررت أنه يكون في شكل معين، أو حابة أنه يكون سلسلة معينة أو خاتم على شكل معين كتصميم من عند الزبونة تقريبا؟ أكيد نحن بنعمل أشياء خاصة وبنعمل سبيشال أوردر، يعني تصاميم خاصة، بس نحن تقريبا وقت بتجي الزبونة لعنا ما بتكون جاية على محل مجوهرات مثل يعني تشتري خاتم أو يصمموا لها، هي بتكون جاية نحن نساعدها بالتصميم، يعني نحن بنتعاون نحن وياها لنطلع لها القطعة اللي هي عبالها فيها اللي عم تحلم فيها بطريقة مميزة بدقة بجودة كتير عالية، لأن نحن موصوفين بالأحجار وبالألماز أن نحن بنستعمل جودة نمبر 1. الحمد لله منوصل، يعني منقدر منتعاون نحن وياها، الأكيد منعدلها على أفكارها، من نسمع شو هي اللي حبته وبنطلع بالنتيجة. وكان في إسوارة رح تمرق، يعني كانت إسوارة كتير حلوة فيها تقريبا 120 إيرات زمرد، جميل. يعني مرقت معنا ورح صوروها، هيدي كانت سبيشال أوردر لأنه هي كان عبالها تعمل شي قطعة تقليدية فينتج، اشتغلنا عملناها فينتج مع شوية فريش. حلو. So جميل، يعني هناك مسؤولية كبيرة على المصمم أثناء تصميم أكيد. هذه القطع. اليوم نتحدث عن يعني المرأة بشكل عام، الآن شو أكثر شيء إقبال عليه، على الأحجار ولا الألماس أو الذهب أو أكل، يعني تقريبا في موسمها تقريبا هلأ كله بموسمه، يعني نحن تقريبا بنطلع إيديفا، نحن بنطلع مثلا على الفاشن ويك تبع باريس فاشن ويك، ميلانو فاشن ويك، لأنه في عنا غير الكولكشن اللي بنعملها الكلاسيك، نحن في كولكشن ما بعرف شو اسمه فانكي، يعني المضحك تقريبا، اي يلي هو السرعه يلي هيك بتشوف اللون الالوان، يعني هلا فينا نشوف يعني على الموضه تقريبا، على الموضه يعني نعم. نحن شو الموضه السنه على طول، في عندنا قسم من الكولكشن يعني جزء على الموضه، يعني الالوان الموضه السنه يلي هو الزهري يلي هو الفوشيا، بالشتاء نحن ما كنا نلبس زهر وفوشيا والوان هالقد بتضوي، السنه عم نلبسها لانه المصممين العالميين عم بلشوا فيها، نحن على طول عندنا هيدي. جميل يعني جدا. نعم. يعني بنعمل مع السرعه، بنقطع الكلاسيك وبنعمل اشياء السرعات يلي شو دارج نستوحي ومنطلع قطع حلوه يسلم استاذه نادين، استمتع جدا في هذا اللقاء، كل التوفيق لكم في هذا المعرض ويعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا معرض الشارجه، شكرا حكام وإدارة مثل ما بقولوا، وعقبال السنة الجديدة إذا الله راد إن شاء الله ونشوفك بخير إن شاء الله. تسلمي أستاذة نادين. إذن مشاهدين نذهب الآن إلى زميلتنا شهد مهند المتواجدة في أرض إكسبو الشارقة بين أروقة هذا المعرض العريق. مساء الخير يا شهد، شخبارك وشو الأجواء لديك؟ مساء النور يا هنا، مساء النور يا هنا عليك وعلى المشاهدين وكل من يتابعنا عبر هذه التغطية الخاصة لمعرض الشرق الأوسط الساعات والمجوهرات. هنا المكان جميل جدا والمعرض يحمل قطع رائعة جدا جدا جدا، يعني أنا حاطة عيني على كم من قطعة إن شاء الله بعد خلال هذه اليومين إن شاء الله، أيضا بتجول وباخذ لي لفة في المكان وبنشوف قطع أيضا جميلة. هنا أخذتي لفة في المكان ولا بعدك؟ أكيد أكيد شهد، يعني أنا صراحة حاطة في بالي عقب الحلقة إن شاء الله أذهب لأكثر من مكان. أنت حبيتي أكثر شيء أي جمهورية أو أي دولة تقريبا؟ خلاص بنصير إن شاء الله عيل مع بعض يبان بعد ما نخلص البرنامج إن شاء الله. أنا بصراحة أحب أكثر شيء الذهب الإيطالي والألماس كذلك، وأحب الذهب الأبيض، فالجناح الإيطالي فيه دائما قطع مميزة وجميلة جداً،
تكون بسيطة وناعمة تناسب يعني البنات الأعمار الشابة أيضا، وإن شاء الله بتكون لنا جولة موفقة في المعرض. إن شاء الله يا شهد، إن شاء الله. إذن نذهب إن شاء الله لأسئلتش، إن شاء الله تفوزين الناس. نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله الجميع فايز ويانا إن شاء الله. نعم طيب، بنبتدي إن شاء الله في جولتنا لليوم، ونبتدي مع أول. أهلا وسهلا أول متسابق، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. تعرف عليك؟ نورهان عبد الرحمن. سهلا نورهان، شو عجبك أكثر شيء؟ أنا بحب الحاجات السيمبل أكثر، فيعني الحاجات اللي بتكون سيمبل قوي دي الحاجات اللي بتعجبني، الأشياء البسيطة. طيب نورهان، عندنا سؤال وفي جائزة إن شاء الله، جاهزة؟ جاهزة. مصممة مجوهرات إماراتية عالمية، شاركت في العديد من المعارض المحلية والعالمية، وحصلت على جائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد الأعمال الشباب المبدعين وجائزة الإمارات للسيدات. معلومات كثيرة بس بعطيك الخيارات، علياء بنت عمير ولا عزة القبيسي ولا خديجة السلامي؟ عزة القبيسي. عز القبيسي صحيح، الإجابة صحيحة بالبركة، هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 درهم. شكرا جزيلا. نستمر في تغطيتنا والمسابقات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. أسلمك، نتعرف عليك. يزن من سوريا. سهلا يزن. يزن عندنا مسابقة وسؤال بسيط، إن شاء الله تكون فايز معنا. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. من هو الراعي البلاتيني للنسخة 50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات؟ عندك فكرة ولا أعطيك خيارات؟ بظن سالم الشعيبي. هذا صحيح، سالم الشعيبي هو الراعي البلاتيني بالبركة، 1000 درهم قسيمة مشتريات. نتمنى لك وقت سعيد، واشتري شيء حق الوالدة. شكرا كثير لك. الله يسلم. نستمر أيضا مشاهدينا، ما شاء الله في إقبال كبير، إقبال كبير ما شاء الله. مصورنا، السلام عليكم. دقيقة راشد. السلام عليكم. السلام أختي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، قاطعناك سامحين عليك صار مسوية ولدي، بس في جائزة يمكن تستاهل يعني هذه الدقيقتين. جاهزة؟ أنتوا كريمين وإحنا نستاهل. حاضرين. نتعرف عليك؟ أم خالد. خالد، بنعطيك السؤال وإن شاء الله تكونين فايزة معنا. ما في حد خسران إن شاء الله. سؤالنا يقول، ماذا تسمى الأساور التي تزين اليد باللهجة الإماراتية؟ حيول. ما يبالها خيارات. حيول. أكيد إجابة صحيحة بالبركة، هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 درهم. أتمنى لك وقت سعيد. الله يبارك فيك. تقدرين تكلمين راشد الحين؟ طبعا هذه الجوائز مقدمة، أهلا وسهلا، تسلمون. تسلم. هذه الجوائز مقدمة من مركز إكسبو الشارقة. نكمل الجولة أيضا. السلام عليكم. حبيبتي. وعليكم السلام، يا هلا. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد. تعرف عليك؟ فاتن. سهام. سهام. فاتن، عندنا سؤال سريع. تفضل. سؤالك يقول، تم إنشاء مركز إكسبو الشارقة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة في أي عام؟ 77، 1977، ولا 1991، ولا 1987؟ 77. إجابة صحيحة، 77. ما شاء الله، ليش طولت العمر إن شاء الله. بالبركة، هذه قسيمة مشتريات بقيمة 1000 درهم مقدمة من مركز إكسبو الشرق. يعطيكم العافية. نستمر مشاهدينا، باقي عندي وحدة ولنا جولة ثانية بيكون بعد فيه 5. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. نتعرف عليك. نورة. نورة، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. شو عجبك أكثر شيء؟ هالي عجبني، شفتي؟ جميلة صراحة، يعني لماعة، بريقة قوي. الله يسلمك نورة. عندنا سؤال وفي جائزة، جاهزة؟ الله. توكل على الله. توكل على الله. مهرجان سنوي يقام في إمارة الشارقة يضم عدد كبير من العروض الفنية والمؤثرات الضوئية، شو يسمون هذا المهرجان؟ مهرجان الشارقة السينمائي للطفل والشباب، ولا مهرجان الشارقة للطفل، ولا مهرجان أضواء الشارقة؟ أظني أضواء الشارقة. جابة صحيح. اليوم جميع المتسابقين ما شاء الله عليهم يعني جاوبوا من أول مرة، هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 مقدمة من مركز إكسبو. نتمنى لك وقت سعيد. مشكورة حبيبتي. ثانية نورة. إذن مشاهدينا وهنا، يعني بصراحة أنا سعيدة بتواجدي بين الزوار اليوم، وإقبال كبير على مدى أيام المعرض، وإن شاء الله بتكون لنا عودة مجددا من أروقة المعرض. نعود لك يا هنا.
شكرا لك شهد، إن شاء الله ستكون لنا وقفة أخرى خلال هذه الساعة الحية والمباشرة التي نغطي فيها فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. إذا مشاهدينا نذهب الآن إلى التقرير التالي الذي يؤكد أيضا على أن هذه الدورة تسخر بمشاركات عديدة من مختلف دول العالم. نتحدث اليوم أو كاميرا برنامجنا اليوم رصدت مجوهرات عباية التي تتميز بتصاميمها في اللؤلؤ الطبيعي. نتابع هذه الجولة ونعود لكم إن شاء الله. يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث، حيث يشارك في المعرض أكثر من 400 عارضاً من الشركات المتخصصة بتصاميم وصناعة الألماس والمجوهرات والمشغولات الذهبية، ونخبة من المصممين الإماراتيين ممن تميزت تصاميمهم وتفردت بدمج اللؤلؤ الطبيعي بالمشغولات الذهبية. اللي يميز مجوهراتنا أنها مصنوعة كلها من اللؤلؤ الطبيعي وأصداف اللؤلؤ، وحالياً مدخلين أحجار كريمة أخرى مثل الروز كوارتز والملكايت. واللي يهمنا أيضاً في مجوهراتنا أنها تكون مستوحاة من تراث الخط العربي، فإحنا نهتم بالفن العربي وبالخط العربي بكل أنواعه، الكوفي، الفارسي، الثرث، وأيضاً الخط الحر اللي متميزين فيه فقط عندنا في البراند. يعني نحن نصمم الخطوط على حسب تشكيلة المجوهرات اللي عندنا على أساس أنها تطلع جميلة، فخطنا الحر مميز فقط لنا. عبالي للمجوهرات مشروع يسعى إلى إحياء تراث أجدادنا في تجارة اللؤلؤ الطبيعي بأنواعه وأشكاله المختلفة، مع إضفاء الطابع العصري بأفكار جديدة وإضافة لمسات وتصاميم يدوية جميلة زينت بالخط العربي والنقوش الشرقية المميزة، حيث صممت كل قطعة بإتقان لتصبح أيقونة فريدة ذات طابع خليجي أصيل، وترافق كل قطعة لؤلؤ بطاقة مصممة بشكل أنيق تزينها أبيات شعرية عربية معبرة. طبعا جميع قطعنا مصنوعة من ذهب عيار 18 قيراط، لكن بعض الزباين يكونون حابين يهدونها كهدايا تذكارية للرجال، فنصنعهم خصيصا لهم فضة، فهذا الأوبشن بعد موجود عندنا. واللي يميز البرودكت مالنا أو الديزاين مالنا بأن كل قطعة تماما مختلفة عن القطعة الثانية، كون اللولو الطبيعي نفس بصمة الإصبع، ما في لولو مشابه للولو الآخر. وأيضا حتى الأحجار الكريمة لو تلاحظون حجر الملكاي، الروز كوارتز، دائما كل حجر في شيء مميز له. والخط العربي نفس ما قلت لك، بما أن نحن نخط لكل كاستمر، فكل وحدة تستلم قطعة مختلفة تماماً عن الأخرى، وأكيد كل حد حاب يكون متميز بقطعة فقط له. معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات هو منصة مثالية لدعم الشباب الواعد وتصاميمهم الفريدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالماضي العريق وبلمسات عصرية إبداعية فريدة. مشاهدينا من جديد، متواصلين في هذه التغطية الحية والمباشرة من أرض إكسبو الشارقة لتغطية فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. مشاهدينا، إلى جانب يعني تواجد 400 عارض وكذلك 500 يعني علامة تجارية، هناك أيضا لابد من تواجد الطاقات الشابة، ويمكن هذه الطاقة هذه اللي عطت انعكاس أكبر على قدرة الشباب على دخول هذا المجال، مجال المجوهرات والساعات وأيضا الألماس وغيرها من الساعات. نرحب اليوم بمملكة البحرين الشقيقة، هذه المملكة العزيزة على قلوبنا، بالمصممة نورة علي. مرحبا يا نورة، أهلا وسهلا، حياك الله معانا في إمارة الشارقة في المعرض. نبقى في البداية نتعرف على رأيك في هذا المعرض، وأكيد المشاركة كانت مهمة أيضا في هذه الدورة الخمسين. والله الحمد لله أن تيسرت الأمور، هذه أول مرة إحنا نشارك في المعرض،
ومعرض جدا متميز. حلو ان احنا نشوف مجموعه من الشركات العالميه والشركات اللي لها اسمها في هذا المجال، وان احنا مشاركين معاهم نتعرف نستفيد من خبرات بعض، نتعرف على عده سبلايرز، نتعرف على مصانع، نتعرف على شركات. هذا اللي يخلي نتطور في هذا المجال، فهو شيء وايد حلو ان احنا كلنا مجتمعين في مكان واحد ونستفيد من بعضنا. جميل. يمكن تحدثت اليوم في المقدمة عن طاقة شبابية، يمكن طاقة شبابية تعتبر يعني نقول مسؤولية كبيرة تجاه كبريات الشركات. اليوم نتحدث عن مجال المجوهرات اللي قطع يعني مشوار طويل، واليوم الشاب عندما أو الشاب عفوا حتى عندما تدخل هذا المجال يمكن هناك تحدي كبير أيضا مسؤولية. نبي نعرف المصممة نورة وهي دخولها في هذا المجال كيف كان حتى وصلت إلى هذا التميز. صار لي تقريبا سنتين من فتحنا ان اي جولري. جميل. تونا احنا في البداية يعني، بس كل التوفيق ان شاء الله. يعني أنا كان عندي هذه الشغف من يوم أنا كنت صغيرة، كنت دائماً أحب أني أشوف المجوهرات أصممهم، كنت دائماً أشتغل بيدي، أحب أسوي الإكسسوارات لما كنت في عمر صغير. اللي جذبني أكثر شيء في هذا المجال أحب دمج الألوان مع بعض، أحب دمج المواد المختلفة مع بعض، وإن نطلع منهم شيء حلو ونتزين فيه. فهو مجال جداً جميل، مجال متميز، يضيف لمسة جمالية وأناقة وفخامة حق إطلالتنا اليومية. جميل. نورة، يمكن هذه الدورة 50 وأول مشاركة أيضاً أعطتش مسؤولية كبيرة لكم حتى يبون القطع المتوفرة وياكم المميزة أيضا والفريدة في مجوهرات NA. نبي نتعرف على أهم القطع اللي يعني احتوى عليها هذا المعرض أيضا منكم. مثل ما قلت لك احنا صار لنا سنتين تقريبا من أطلقنا العلامة التجارية لنا، فعندنا احنا كولكشن واحد. الكولكشن اللي احنا نتميز فيه سميناه المشموم، اللي هو استوحينا الفكرة واستوحينا التصميم من المشمومة البحرينية اللي كانت تنحط في الشعر تتزين فيها العرايس. نؤمن ان احنا في بيئة تراثها عريق، في عندنا وايد اشياء جمالية. لما احنا نتكلم في عالم المجوهرات حلو ان احنا نلبس من علامات تجارية عالمية، بس الاحلى ان احنا نطلع تراثنا ونحط في مجوهراتنا لمسة تناسب بيئتنا، وان صحيح. احنا ندخل في هذا المجال بكواليتي ينافس الشركات العالميه. جميل، ان شاء الله كل التوفيق ونشوفك ان شاء الله في اعلى المراتب يا نوره. تحدث اليوم اذواق، يمكن مثل ما ذكرت الاذواق الخليجيه يمكن تتشابه تقريبا، لكن تحدث اليوم عن كيف توازن المصممه نوره بين الاذواق المحليه وايضا الاذواق التراثيه. اليوم نتحدث ان كل امراه يعني ما بنقول اماراتيه خليجيه دائما محتفظه بالذهب الخليجي. تحدث عن هذه الواجهة وكيف استطعتي أن توافقين بين هذا الأمرين أيضا. طبعا مثل ما ذكرتي وتفضلتي، هو فعلا إحنا يمكن في الخليج متمسكين بهويتنا، متمسكين إن إحنا عندنا ذهب يمكن ما باقي الدول أو الجزء الثاني من العالم ما يعني ما صار عندهم هالفرصة إن مثلا نكون جزء من تراثهم وجزء من حياتهم اليومية. صحيح. قدرنا إحنا نوازن إن إحنا نسوي تصاميم تكون عملية مستوحى مثل ما قلت لك من تراثنا، مستوحى من بيئتنا، بطريقة إن إحنا ممكن هذه القطع تلبس بطريقة يومية خفيفة تكون، بس في نفس الوقت متميزة وأنيقة. يعني مثلا المشمومة عندنا إياها هي تصميم يعني جدا بسيط عصري، استعملنا الذهب عيار 18 لأن عيار 18 يستحمل إن إحنا نلبسه بطريقة يومية، يكون المعدن أقوى من 21. إحنا في البحرين مثلا متميزين بذهب 21، بس هذه الطريقة اللي إحنا قدرنا إن نجيب قطعنا حق الحياة اليومية، ويكون تكون قطع دائما علينا متميزة، يعني فيها حركة، فيها موفمنت يعني جميل ان احنا سلاسة في اللبس تقريبا، يعني سلسة وسهلة وفيها مرونة، في نفس الوقت ما طلعنا يعني مخرجنا وايد عن تراثنا وعن هويتنا العربية والخليجية. نعم. مصممة نورة، اليوم نتحدث عن أيضا يعني دخولك في هذا يعني المجال من تقريبا قرابة السنتين، يمكن يضعك أمام تحدي كبير. كيف استطاعت نورة أن تكون مميزة مع كبريات الشركات والأسماء العالمية أيضا؟
والله يعني الحمد لله رب العالمين. هو مجال فعلا كبير، في منافسة، بس خلينا نقول هذه المنافسة ما تكون نوع من التحدي، بالعكس هذه المنافسة تعطينا ان احنا نعمل عشان نقدر ان احنا نرتقي بمستوى اللي نقدمه للزباين، نرتقي بالكواليتي في الصناعة، نرتقي بتصاميمنا. هاي المنافسة بالعكس تشجعنا ان احنا نتطور، ما تخلينا ان احنا مثلا يصير عندنا خوف او يصير عندنا تردد هل ان احنا نقدر نواكب هذه الماركات او لا، بالعكس عطتنا تشجيع عشان نتطور احنا في هذا المجال. جميل. كنا نتحدث اليوم عن بداية هذا المعرض، اليوم قطع اليوم الثالث تقريبا، كيف كان الاقبال على المصممة نورة وشو اكثر القطع اللي كانت يعني ياخذوها الزبائن تقريبا؟ الحمد لله من رب العالمين توفقنا في قبال الجميل على القطع. مثل ما تعرفون يعني ان احنا تونا بادين، لما احنا نشوف روحنا ان احنا مثلا موقع بسيط وصغير في هذا المعرض الكبير الضخم اللي في اسامي جدا معروفه، ان احنا نحصل اقبال هذا شيء شرف لنا. الحمد لله رب العالمين. الناس دائما تحب القطع اللي تكون خفيفه وسهله في اللبس يعني. صحيح. اليوم نتحدث أيضا عن المصممة نورة، يمكن عندها قطع كثيرة وأيضا قطع مميزة لك، يمكن بعض القطع اللي تكون لها قصة، شو القصص اللي دائما تعتمدها نورة أثناء تصميمها لأي تصميم تقريبا؟ لابد هناك قصة، لابد هناك علاقة جميلة أيضا بين هذا يعني شوفي المشمومة بالنسبة لي هي كقطعة بحرينية جدا متميزة، يعني أحبها تتزين فيها العرايس، لأن حلوة أنها هي كانت نزينة في الشعر مو بس زينة في القطع العادية مثل اللي احنا دائما نلبسها مثلا كالمراري والأساور والخواتم، فمن كذي أكثر يعني هذا التصميم جدا مميز عندي، يعني لي الكثير لأنه مستوحاة من أحلى القطع اللي أنا أشوفها في المجوهرات، بتصميمها اللي يكون جدا بسيط في نفس الوقت هي يعني عطت أناقة أو إضافة حلوة. وأحب بعد دائماً أن أنا أستخدم الألوان في الكولكشن، يعني مثل ما تشوفون استعملنا اللون المالكايت الأخضر، استعملنا العقيق اللي لونه ماروني، استعملنا mother of pearls اللي لونه أبيض، وعدة أحجار مختلفة. أنا بالنسبة لي الألوان شيء جداً عنصر أساسي في التصميم ويضيف لمسة جمالية وفريدة يعني حق القطع. جميل. يعني بنتعرف أكثر، يعني نورة دائما تحرص على أذواق الزباين نفسهم ولأنها تعطي وجهة نظرها أيضا في التصميم، يعني يمكن لاحظ بعض الأذواق تختلف تقريبا بين كل مرأة ومرأة، في بعضهم يميل إلى الحديث، في منهم يميل أيضا إلى التراث، نتحدث عن هذه الواجهة. حلو ان يعني المعارض تضيف كثير حقنا احنا كمصممين، يعني هذا يمكن اساس مشاركتي انا في هذا المعرض او في اي معرض. حلو ان احنا نتعرف على الزباين، نكلمهم، نسالهم شنو هم يفضلون، شلون يشوفون القطع، شنو رايهم، شنو نظرتهم، اسالهم يعني مثلا شنو تشوفون في هذا التصميم، شنو اللي يجذبكم، شنو اللي انتم تميلون له اكثر من ناحيه اللبس، شنو اللي يريحكم. هذه الأشياء أكيد إن إحنا نأخذها في عين الاعتبار حق إن إحنا نصمم مجموعات اللي إن شاء الله بتنزل قريب، لأن في النهاية أوكي إحنا حلو إن إحنا نحط أفكارنا في تصاميم، بس رأي الزبون ورأي يعني لما نسمع رأيهم نعدل على الديزاينات اللي إحنا عندنا إياها، وبالعكس أقدر رأي أي أحد يعطيني إياه وأخذه في عين الاعتبار. جميل هذا التقبل. يعني نورة تحدث اليوم، كم تأخذ منك القطعة أثناء تصميم؟ بما أن هذا كان الكولكشن الأول، كيف كان تقريبا هذه المجموعة إصدارها، كم خذ منك من الوقت حتى صممتي وخرجتي بها؟ يعني خذلنا تقريبا حوالي سنة عشان إحنا نشتغل، كان في عدة تجارب. يعني لما المصمم يكون في باله تصميم معين يبتدي انه هو يرسمها يتخيلها، بعدين صارت في تجارب ان احنا نختار المقاسات ان اللي هي تكون مثلا مناسبه لطريقه الاحجار تركيبها، قصه الحجر نفسه. طبعا في مراحل كثيره في التصميم، الحمد لله يعني على تقريبا مدى سنة قدرنا ان احنا نوصل حق الشكل النهائي للقطعة اللي حسيناها ان هي ممكن تكون هذه القطعة متميزة، انيقة، مختلفة عن باقي الاشياء اللي موجودة.
وتكون هي انطلاقتنا كاسمنا يعني ان اي جولري وتمثلنا وتمثل هويتنا. في احجار مثلا كنت تحبينها تمثلينها تقريبا في هذه المجموعه ولا ناويه ان شاء الله تقدمينها في المجموعات القادمه ان شاء الله؟ يعني في احجار كثيره حاليا يعني ندرس نشوف الوضع يعني مثلا شنو اكثر الاحجار اللي صار عليها اقبال ونحاول انه يمكن احنا نكررها في المجموعات الجايه، بس بعد افضل ان احنا مجموعاتنا الجايه بتكون في الوان واحجار مختلفه وجديده ما نزلناها في المجموعه الاولى. جميل. اليوم نتحدث ايضا ان المصمم كيف ياخذ بعين الاعتبار، عجبني جدا انك انت دائما تاخذين باراء الزبائن نفسهم، يمكن هذا الشيء اثر ايضا على شراء السلع هذه، على تطور ايضا الفنان نفسه. نعتبر صراحه صانع المجوهرات هو يعتبر فنان، يمكن هناك علاقه جميله ايضا بين كل فن وفن. نتحدث عن هذه الواجهه واثرها ايضا في دعم هذه المجوهرات وايضا انتشارها. حلو مثل ما قلت لك، حلو ان احنا نسمع وناخذ راي الزباين، بس لما ناخذ رايهم لازم يكون عندنا كمصممين يكون عندنا يعني خلينا نقول فكره اساسيه موجوده عندنا وعليها نبني يعني تطوير هذه الفكره تيي بناء على راي الناس لما نسالهم ونشوف شنو هم يحبون، شنو الاضافات، شنو الاشياء اللي يقبلون عليها، مثلا ذي يفضلونه اكثر ولا ذي يعني وفي النهاية هذه مسألة أذواق، لكن دائما المصمم لازم ما يطلع عن الفكرة الأساسية اللي هو حطها في باله، ولا أن هو مثلا يبتدي يتنازل عن خلينا نقول الجودة اللي هو وضعها حق التصميم في البداية. وفي النهاية يعني مهما أن المصمم طلع بتصاميم لابد أن اختلاف الأذواق موجود، ودائماً يعني دائماً إن مثلاً نحن نقول المصمم لازم بيجي يوم بيحصل الزباين اللي يتقبلون أو مثلاً عندهم اهتمام بهذه القطع، مو شرط إن إحنا بس ننزل أي قطع أو أي مجموعة بس عشان إن إحنا يكون عليها أقبال، يمكن الزباين للحين ما عرفونا، فلازم ننطر لما يجون الزباين اللي يكون فهموا فكرة التصميم عجبهم هذه الأشياء. جميل. نود كذلك ننقل تجربتك لكل الشباب تقريبا، يمكن هناك في طاقات شابة يعني حابة تدخل هذا المجال، نتحدث عن نصيحة تقدمينها لكل شاب أو شابة أيضا حابة يدخل في مجال الساعات المجوهرات، يمكن هناك في صعوبات في تحديات أي واحد يأخذها قبل ما يدخل هذا المجال أيضا. ممكن الكلمة اللي أقولها حق أي أحد يفكر يدخل في هاي المجال أو أي شباب، بالعكس أخذوا هذه الخطوة ولا تترددون. لما الإنسان يشوف نفسه عنده موهبة، يشوف نفسه إنه ممكن يبدع ويتميز في هذه المجال، ليش لا؟ يعني مثل ما في ناس ابتدت فيه ووصلت للعالمية، ما في شيء لما الإنسان عنده هذه الموهبة إنه هو ممكن يوصل حق المستوى اللي وصلوا له الناس اللي قبل. مجال جميل وفعلا في تحديات في صعوبات، لكن هاي التحديات والصعوبات لازم تشجعنا إن إحنا نوصل حق الهدف اللي إحنا حاطينه في بالنا، ما تخلينا هذه التحديات إن إحنا نرجع ورا ولا تخلينا إن نتردد، نبتدي خطوة خطوة. وهو هذا المجال يبي له طولة بال، يبي له صبر، يبي له إن الواحد يحط له استراتيجية ويمشي عليها. ولكن حلو بعد إن إلا عندهم أقبال إن يدشون ذي المجال إن يتميزون بتصاميمهم، يعني لازم الإنسان لما يدخل مجال يقول أنا شنو بيميزني، شنو جميل. أنا أطمح له وشنو أنا هدفي، ولا هو السوق مفتوح للجميع والمنافسة حلوة. بالعكس ما أقدر أقول إن هي منافسة يعني مثلا صعبة أو لا، بالعكس السوق مفتوح للجميع والعالم كبير، واليوم إحنا نقدر نوصل حق أي أحد في العالم، الدنيا مفتوحة صارت يعني العالم كله سوق واحد. صحيح. فمجال جدا جميل وإن شاء الله الله يوفق الجميع. اللهم آمين. اليوم نتحدث نورة مشاركتكم اليوم في هذه الدورة 50، يمكن هذه الدورة وغيرها من المعارض اللي تحرص عليها نورة على مشاركتها وأيضا عرض هذه المجموعة، يمكن مثل ما ذكرتي هي بداية حديثة لكن إن شاء الله ستصلين للعالمية من خلال مشاركتك في هذه. نتحدث اليوم عن أهمية المشاركة في مثل هذه المهرجانات أيضا والمعارض المهمة أيضا في مجال الساعات والمجوهرات.
بالعكس مشاركة جدا جميلة، يمكن هذه ثاني لأن احنا صار لنا سنتين، فهذه ثاني مرة ان احنا نشارك في معرض. شاركنا في المعرض الأول كان في مملكة البحرين، وأول مرة احنا نطلع برا البحرين في جميل للشارجة، يعني الشارجة بالنسبة لنا أول طلعة خارج جميل البحرين، فشي وايد حلو أضاف لنا الكثير. سجل نحن في ثالث يوم بس ليه اليوم، يعني أحس كل يوم نتعلم أشياء جديدة، نكتسب أشياء معلومات مهمة في هذا المجال. أنا أشجع أي أحد موجود في هذا المجال أن يشارك في هذه المعارض، لأنه فعلا تضيف للمصمم، تضيف للشركة يعني شيء وايد. يعني مثل ما ذكرت قبل أن أنتوا يكفي ان احنا نتعرف على الزباين ونكلمهم، ان يكفي ان احنا نحتك ونشوف باقي المصممين اللي هم في نفس المجال، نستفيد من خبرات بعض، نشوف ان احنا الموردين موجودين في هذا المعرض، المصانع موجودة في هذا المعرض، فشيء شيء جدا جميل جدا. يعني استمتع جدا نورة في هذا اللقاء، كل التوفيق لمجوهرات ان اي، وان شاء الله تصل الى العالمية من خلال هذا المعرض، وان شاء الله المعارض القادمة باذن الله، كل التوفيق ان شاء الله. اذا مشاهدين نذهب الان الى زميلتنا شهد مهند المتواجدة في اروقة معرض الشرق الاوسط للساعات والمجوهرات. شهد الكلمة لك. شكرا يا هنا، رجعنا لكم مجددا مشاهدينا من أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وجاري البحث أيضا عن الزوار، إن شاء الله يكونون ربحانين ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ميرا. ميرا، تعرف عليك؟ اسمي عمر. ما شاء الله، يعني أشوفك تدور أشياء حق صغيرة. أي والله بصراحة البنية عندي تحب الذهب. الله يحفظها يا رب يبارك فيها. عندنا سؤال حابين نطرحه عليك، إن شاء الله في جائزة من نصيبك. جاهز؟ إن شاء الله جاهزين. كم يبلغ ارتفاع برج الساعة في مدينة كلباء؟ 60 متر، 80 متر، 90 متر. خذ وقتك، خذ وقتك. 60 متر. هاي تخمين؟ لا أعتقد أنه 60 متر. 60 متر إجابة صحيحة، بالبركة. هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 مقدمة من مركز إكسبو الشارقة، وتتهنى إن شاء الله فيها ويطرح فيها البركة يا رب. يسلمك يا رب، طول عمرك. شكرا جزيلا لكم. شكرا. عفوا. سلامة. والسلام. محلاها ما شاء الله. إذا ننتقل أيضا للسيدة المتسابقة الأخرى معنا. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. أخبارك؟ الحمد لله طيب. تعرف عليك؟ شيخ المري. شيخة والنعم. شو حبيتي أكثر شيء هني واقفة عند الأحجار الكريمة شوفت؟ ما شاء الله جالسة أستمع عن معلومات عن الأحجار، والله معلومات قيمة صراحة. قلت لنا من حسن حظ إن جالسة أستمع. عندنا سؤال إن شاء الله بتكون جائزة من نصيبك. جاهزة؟ جاهزة بإذن الله. بسم الله. سؤال يقول، سؤالك هو عن الأحجار الكريمة، سبحان الله أنت واقفة هني والسؤال يعني مضبوط إن شاء الله. أي من هذه الأحجار الكريمة تستخرج من البحر؟ الزمرد، الألماس، أم المرجان؟ المرجان أعتقد. اللي لونه شو؟ بنفسجي أو أزرق. ما يلعب الأزرق؟ أحمر. أحمر؟ أحمر. إجابة صحيحة. هذه قسيمة مشتريات. عيني على الأزرق. قسيمة مشتريات قيمة 1000 مقدمة من مركز إكسبو الشارقة. استمتعي ونتمنى لك وقت سعيد. نهار سعيد. مساء. مساء. إذن مشاهدينا نستمر. ما إيش حالك؟ خير الحمد لله. شو أخبارك؟ طيب الحمد لله. استانسة هني في معرض المجوهرات؟ إيه الحمد لله. نعم. تعرف عليك ماي؟ ميت السليطي. نعم. ماي عندنا سؤال بسيط، إن شاء الله بتفوزين، أكيد بتفوزين. إن شاء الله. جاهزة؟ إن شاء الله. يلا بسم الله. السوق المركزي من أشهر معالم إمارة الشارقة، اللي يتميز بتصميمه المعماري اللي يحتوي على عدد من البراجيل. كم عدد البراجيل الموجودة في مبنى السوق المركزي؟ 20. زيدي عليهم 2. 22. 22 برجيل صحيح. إجابة صحيحة ماية، بالبركة. هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 مقدمة من مركز إكسبو. شكرا. مشكورة مشكورة. الله يحفظك يا ماية. إذا مشاهدينا السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. تعرف عليك؟ اليازية. اليازية عندنا سؤال إن شاء الله يكون من نصيبك، الجائزة تكون من نصيبك. جاهزة؟ هي. بسم الله. سؤالنا يقول، في أي عام تأسس مكتب الشارقة صديقة للطفل؟ 2016، 2019، ولا 2020؟
2016 ولا 2020؟ 16. إجابة صحيحة، ألف مبروك، هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 مركز إكسبو. شكرا. إذا مشاهدينا باقي عندي قسيمة مشتريات أخيرة إن شاء الله بتكون من نصيب الأخت. تفضل وياي المصور. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حال؟ الحمد لله. عندنا سؤال، أول شيء نتعرف عليك. رضا فتحي. رضا فتحي. رضا، عندنا سؤال إن شاء الله تكون الجائزة من نصيب. جاهزة؟ إن شاء الله. ما شاء الله البنوتة الحلوة هني معانا، بنت ولا ولد؟ يونس. يونس ولد، الله يحفظه يا رب، بارك فيهم يا رب. سؤالنا يقول: تعد ستارة باب الكعبة المشرفة من أبرز مقتنيات متحف الشارقة للآثار، ولا متحف الحضارة الإسلامية، متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ولا متحف الشارقة العلمي؟ متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ألف مبروك بالبركة، هذه قسيمة مشتريات قيمة 1000 مقدمة من مركز إكسبو. شكرا. شكرا ليكي. الله يحفظكم يا رب. إذا مشاهدينا وهنا نوصل لختام هذا اليوم وهذه التغطية، نلقاكم إن شاء الله يوم غد في نفس المكان ونفس الموعد. عبد الله شهنا. شكرا لك شهد، ومبروك لكل الفائزين في هذه المسابقات. أسئلتك كانت سهلة يا شهد، ولا شو رايك؟ بصراحة اليوم يعني ما شاء الله الناس عندهم معرفة في بعض الأمور. جميل. يعني يجابوا من أول مرة. الحمد لله. هذه الثقافة اللي رب. نحن نبغى نقدمها، نحن ما نبغى نقدم بس جوائز، نبغى نقدم معرفة أيضا من خلال أي منصة أو أي برنامج نقدمه عبر تلفزيون الشارجة، وهذا هدفنا أن نكون دائما يعني مقدمين للثقافة ومصدرين للثقافة إن شاء الله. إن شاء الله يا شهد، يعني يعطيك العافية على هذه النقلات، وكل التوفيق إن شاء الله في الحلقات القادمة، اللي نحرص إن شاء الله كل من يتابعنا اليوم يتواجد على أرض إكسبو الشارقة، وإن شاء الله يفوز مع شهد أو شمع إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك العافية. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه التغطية الحية والمباشرة من أرض إكسبو الشارقة. مثل ما ذكرت، نجدد لكم الدعوة حتى تتواجدوا هنا وتقتنوا أيضا المقتنيات الفريدة والمتميزة بتواجد 400 عارض من مختلف الدول العربية وكذلك الأجنبية، بالإضافة أيضا إلى 500 علامة تجارية. هناك يعني تنوع كبير وأيضا فريد من نوعه بتواجد هذه المقتنيات الفريدة من نوعها، وساعة والمجوهرات والألماس. يعني الدعوة نجددها وبالذات للنساء أنهم يأتون إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ويستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة. إذن إلى ذلك الحين نلقاكم إن شاء الله بالغد، نتواصل إن شاء الله حتى اليوم الأخير وهو يصادف 9 من أكتوبر من هذا الشهر الجاري. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.